مرحبا بكم في درس جديد من كتاب النشاط لثالث ابتدائي English for Iraq Their Primary Activity Book Page 92 and Page 93 من Unit 6 Lesson 5 من الوحدة السادسة الدرس الخامس. قبل أن نبلش حل التمارين هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة أرجو منك الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات وضغط زر لايك دعم القناة. عندنا أول تمرين هذا اليوم، تيك What does a plant need to grow؟ يقول لك خلي صح للأشياء اللي تحتاجها النبتة حتى تنمو. تيك. شنو تحتاج النبتة؟ تحتاج paper، تحتاج light، تحتاج soil، تحتاج stone، تحتاج water. شنو من الأشياء اللي تحتاجها plant حتى تنمو؟ أكيد ما تحتاج paper، ما تحتاج ورق. تحتاج light اللي هو الضوء، أكيد نخلي صح. تحتاج soil، تحتاج تربة صحيح. ما تحتاج الصون، ما تحتاج صخرة أو نعم حصوة. تحتاج water. إذن الأشياء اللي تحتاجها light، soil، water. إذن ثلاث أشياء تحتاجها حتى تنمو النبتة بطريقة صحيحة. هذا حل التمرين الأول. التمرين الثاني يقول لك look and find the words، انظر واعثر على الكلمات. عندك مجموعة من الكلمات صايرة بشكل عمودي وبشكل افقي، طبعا حليتها حتى اختصر وقت عليكم، انتو تقدرون تبحثون عنهم بعدين ترجعون تشيكون الاجابات وياي. اول كلمة اللي هي water، water مثل ما تشوفون اللي هو الماء، بعدين plant اللي هي النبتة، plant plant، light light، flower flower، leaf leaf اللي هو ورق الشجرة أو الورق النبات، leaf مثل ما تشوفون leaf صايرة عمودية. عندك seed اللي هي البذرة، وحللناها. عندك آخر شيء soil، soil اللي هي التربة، حتكون هاي السويل. هاي طريقة حل التمرين بكل سهولة. عندك هنا listen point and say، listen point and say. عندك الأرقام من 0 to 100، من 0 لل 100، من 0 إلى 100. عندك 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 و 100. طبعا ما بين 0 و 10 ايضا اكو مجموعة ارقام مثل 1 2 3 4 الى اخره. بين 10 و 20 اكو 11 12 30 40، كلهم تعلمناها الارقام. هذا اللي ترددهم كمراجعة لما تعلمته سابقا بالدروس السابقة. عندك اخر تمرين يقول لك write and say your numbers، يقول لك اكتب وأقول الأرقام مالتك. مثلا هنا طالب A إيش كاتب؟ كاتب ذا المجموعة الأرقام، يكتبهن ويرددهن 61 22 73 84 59 36 99 77 45. أنت أيضا تقدر تكتب الأرقام مالتك، تقدر تكتب الأرقام مالتك وترددهن. هنا أيضا كتابة تكتب أرقام ثانية وأيضا ترددهن. مجرد يعلمك على طريقة كتابة الأرقام أو يراجع لك طريقة كتابة الأرقام و يعني ترديد الرقم أكثر من مرة حتى تتذكره. هذا التمرين ما بيشير يعني سهل، تقدر أنت تحله وحاف الحل عليكم. هذا كل ما عندنا هذا اليوم، أتمنى تكون استفدتوا من هذه الدرسات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات وتضغط زر لايك دعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.